بونجور، هون اسود هون ابيض ولا كل شيء سبا موبا. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، كيفكم؟ شو الاخبار؟ شو عم تساووا؟ مثل ما شايفين انا اليوم لحالي بالفيديو، وهذا القناه قناتنا انا وعمار، يعني في يا مفاجاه يا في مقلب، ونحنا مش بتاع المقالب كتير، فأكيد في مفاجأة. اليوم بنحتفل بعيد ميلاد عمار، فقلت ليش مصور لكم شو بدي أعمل اليوم، لأنه هو الحمد لله بس نايم وأنا اللي عم بعمل كل شيء. فقلت بخدكم معي وفرجيكم شو حنعمل اليوم، وعيد ميلاد بالليل. هو منه عيد ميلاد يعني حفلة ويعني شيء كبير، بس إنه قاعدة صغيرة وفي عنا أصدقائنا المقربين، عم نطلع أكثر من كم شخص. بس أنا بدي أحتفل بعمورة لأنه بحبه لعمورة، بدي خليه ينبسط اليوم، فحجزت له جاتو. الجاتو بدي أجيبه بعد شوي، بس قبل رايحة أجيب أكل. أنا بدنا ناكل بالليل، بنعمل رز وفطاير ودجاج وسلطة وطبولة ولقمشي وما تشابه ذلك. غير هيك كمان جاية بيلا، بتعرفوا لها بيلا، صرتوا انتوا بكل مناسبة تجي بتزين لنا، وكمان رح اجيب جاتو. حذروا ما تكذبوا علي، وقفوا الفيديو واكتبوا بالكومنت شو بتتوقعوا تكون الكيكة اللي حاجزتها لعمار. يلي بيعرف عمار كتير منيح بيعرف انا شو حاجز له، على شو شكل، شو مش طعمة، الشكل. فحخلصهم كل هدول اليوم. جاي بنت كمان تعمل لي ميك اب، هي اللي كانت حابة تجي تعمل ميك اب. بتعرفون انا ما من النوع اللي بهتم كثير بشكلي للاسف، حصير احسن اوعدكم. فجاي تعمل لي ميك اب وهيك. وحيجي بنت خالة شاطرة كثير بالدق، دق البيانو، ونحن شاطرين بالغنى، فحنعمل قعدة حلوة. جاهزين؟ هيا بنا. هاي بتبيت، جبت غراض اكتر بكتير من ما شفته، بس ما كان خلق احمل الكاميرا كل شوي. فخلصنا الغراض، رحت على البيت حطيتهم، هلا راح اجيب الكيك. اذا ما حضرتوا شو هي الكيك ما بدي لكم، انطروا بعد. اوكي، بس جيبوا للكيك من عند البنت بصور لكم اياه، وبعدين انا اروح على البيت ونجهز الاكل. وعلى الساعه 2 يعني بعد ساعه تقريبا جايه بيلا تعمل لنا الزينه برا وفرجيكم. اوكي، عمار بعده نايم يقبرني يتدلل. اوكي، هون بيت للبنوت اللي بتعمل لي الكيك. انا كثير متحمسه وحابه اوجه رساله لجوزي عبر هالمنبر، انه اي لاف يو فيري ماتش، الله يخلي لنا اياك انا وماريبيل، انت احسن جوز واحسن بي بالدنيا. جبتها للكيكه، بلشتوا تحضروا، خلص ما لكم شفتوها تقبرني. عمار عنده ادمان لعب بلاي ستيشن، هلا عم بخف عن قبل لما صار عنده بوبي. عن جد يعني يمكن مره هلا كل 3 ايام بيلعب مره، قبل كان 24 ساعه. فبعدني حابه تمسخر عليه، مش تمسخر بس عم نتزنخ عليه انه لانه مدمن. فما حبيت مرق هالعيد الميلاد بلا ما اذكره بالبلاي ستيشن. هلا بفرجيكم عليه شو حلو. اسمعوا هيك شكله، بتعرفوا البي اس 5 مدري 4 الجديده. المهم هلا رايحين على البيت لنبلش بالاكل، وتجي الزينة بعد شوي. اوكي، جينا على البيت بعد ما جبت الكيك. ليكو ماما شو عاملة، شايلة كل شيء. انت مين؟ ليش هيك شعراتك نص مسويين نص؟ ماما شايلة كل شيء على جنب لانه هلا بتجي بيلا بتحط الزينة هونيك، فبس تجي بيلا ببقى بصور لكم. اوكيشن، وماما قاعدة عم تسوي الطابولة. هاي يوم ماما. كيفك؟ شو اخبارك؟ منيحة. اجت بيلا يا جماعة،
اصور لكم اياها شوي. هاي فروحة هتتعلم من ضلك بكشكشي. هاي ماري بيل، هاي الزغدورة الزغدورة. شغل بيلا يا جماعة بجنن. أنا اخترت هالألوان لأنه عمار رجال يعني ما بده يحط له زهر وهيك. شغله بجنن بجنن عن جد، كثير حلو. عمار بس عمره 27 بعده زغتور. هلا بالليل راح بس حط الزينة، مش الزينة، الكيك يعني، ونزين شوي هونيك. راح نفرجيكم، راح احط لكم كمان الانستغرام تاعولا لكل حدا عايش بسويد. ما بتندموا والله، ما بتندموا. فتفوتوا لعنده وتحجزوا من عنده. Thank you ميرنا. اوف ال birthday boy. صباحو. اذا انت عيد ميلادك فانصحك انه تاكل بيض وطماطم بعيد ميلادك. اما لا تقول، بنصحك يكون عندك جوز مثل مرت، جوز مره مثل مرت. انصحك يكون عندك جوز مثل مرت. مرة راح يزين يحلق، وانا حسوي شعرات. ومحققة بعد ساعتين جاي بنت تعملي ميك اب كمان كتير طيوبة، راح كمان فرجيكم وحط لكم اسمها. قلت اليوم مش طلع عليكم القمر. هيك الزغدورة والنيمة، اخي رب الجمال. طيب راح هي شوية طاولة تصور لكم شوية، مش كتير. ابنا فوت اعمل شعري. اوكي هيا بينا. اوكي يا جماعه، بعد في الاكل بعدين بحطهم، بس انه شوي خلصت. فكرت عمار هدايا، هيك شو حلوه. هون بدنا نحط المشرب، بس برجع لكم بلا كحول، بعطيكم حمى. وهيك هون بنحط الجاتو. جبت جاتو تاني نحط هول اللي ينفخ عليه، والبلاي ستيشن بضل لحال بلاي ستيشن جاتو. يعني جبنا اثنين. والاكل، الاكل حيكون رز دجاج مثل ما قلت لكم، بطاطا، قصص خفيفه. بعدين نرجع لكم. هيا حلوين، انا حمزه. هلو. مو حمزه، شو همسه؟ همسه قلت سويتني رجال حمزه. طب الا لامونه، قلت لها بس كيف بيطلع بالعربي؟ عارفين الكل بيقول لي حمزه، يابا والله مو حمزه. همسه اجمل. همسه والله حلو. هذا عربي. كيف ريحتك بالعراق؟ انا عراقيه. اصل عراقيه. قلت لكم انه جاي همسه تعمل لي ميك اب قبل شوي، فححط الكاميرا على جنب هي تشتغل على ريحتها، وبعدين بس نخلص بتشوفوا النتيجه. هلا اللي كانت معكم قبل شوي اختي، عرفتوا؟ انا وحدة تانية بعد ما حطيت الميك اب، وحتى ما تفكروا نفس الشخص. همسه شو الشغل الحلو. كنت مفكر انا حكون اطول زبونه بالوقت. لا بركتي، انت اقصر وقت اي زبونه اخذتها قديش يعني. بنشكر عيوني. ايه بدي هلا افرجيكم. عادي حبي. الميك اب روعه، كثير حلو. انتم شايفين، انتم شايفين
احط لكم همزه او حمزه همزه موجوده بستوكهولم يعني بالسويد. تحبوا تفوتوا على الانستغرام تشوفوا شغلهم بجنن. وهذا عمور الكشخه. هاي شو اللبس الحلو؟ انا هم سويت لي ميك اب. ليش بوقف شعراتك هيك؟ انا زلم ايام سنت جده انت نزلهم هيك عموري. لا 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 عوف ما تعرفين انت. ليش عمار بس شوي ما تعرفين. لا اخي هابي بيرثدي يا حلو. ايش شنو بيرثدي؟ بيرثدي ثانك يو عشان يقومون يقولوا لي سبورت. هابي بيرثدي شكر خاص ومميز وفريد من نوعه لمرتي الحلوة اللي سويت لي هالعيد ميلاد الفخم. والله ما كنت متصور انه هيك راح يصير. والكيكة ما عرفت شفتوها بس على بلاي ستيشن 4 كان لازم كده بفايف عادي. والله هذا نكون صريح معكم اول عيد ميلاد بحياتي هيك يعني عالم وعازمين ومسوين هيك شيء مرتب يعني ما اتذكر انا بعمري هيك عيد ميلاد مسوين. شكر كبير لمرتي. We love you. We love you عموري. هاي فرح لك وشو حلوة. هاي فرح. صويني. هاي شو حلوة. هاي ما اعرف وين صرنا بالفيديو بس هواية مستمتع. واريد اشكر مرتي الحلوة واصدقائي وكل انسان اجى للحفلة اليوم. هو هو مبسوط هنا بنتي. هاي بابا. هاي بابا. ريم هواية متحمسة انه انا افتح الهدية مالتها بس قلت لها خلينا ننتظر للاخير بعد ما العالم يروحون شوي يكون عندنا وقت ورواء وبعدين نفتح الهدية واحدة واحدة. شكرا لك حضرتوا هذا الفيديو الحلو. ما اعرف ايش صار بالبداية لان لازم اسوي مونتاج بس نشوف الهدايا بعد شوي.
هدية. اجا فقرة فتح الهدايا. هاي اول هدية جاية من يونس. واعرف قبلها من يونس ما كاتب شيء بس اعرف من يونس لين قنط لان بس يونس يشتري قنط. ليش يعني؟ ما اعرف عنده واخص بقنط يونس. كل ملابسه قنط. وكل شيء اختو هيد ونحن ما معنا. لك روح يا كبير. ارجينا. والله يونس جايب لنا ساعة. والله يونس مزوق مثل اللبنانيين يقولون عاشت ايدك ضلعي اختي الكذب والله حلوه شكرا اخويا يونس والله الهديه الثانيه قنت هم قنت قنت لا قنت طلع في حدا ثاني بيشتري قنت اقول غير احد غير يونس يشتري قنت اوه هذا ميت سنين يتفل. واو والله حلوة. ها؟ تلبس هذه بدبي تلبس مش بدبي؟ إيه نلبس إيه أكيد. بس فرجينا على هذا الشكل. بس فكرة حلوة والله أنا مش عندي شحاطة أو نعال. بس صغيرة. لا مو لا. Thank you أيمن thank you على الفكرة من مرت عمي. Okay we go on. هاي من مونا قاعدة هنا. بروتين. بيترات يوبا بروتين. وتري سلوت يعني هاي يمكن اقدر افوز بها مليون ما حد يعرف مليون. مكتوب جراتيس بوفورنس داغن عمار انس كذا قال لك يا مونا انس كي موني ايش انس كي موني راح ترجم لكم مش كذبة هاي من مرت عمي 100% مش عارف يونس عمو هاي ديك انا ما عارف افتح ترى فرحان اكثر مني شي حمس حالي ما حداش عم يحمسنا واو فاطمه يا فاطمه واو صغير يا عمو لا ناي اي هاي تنوره واو اوه لا 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 مرت عمي والله ما عرفت اللي صار ايسو بعد ناقص انسى قدامك ليش عيب الشو والله عمي ماكتس فين اوه يتفل عمو تعرف ان لوني المفضل هو الاصفر انا بحبه هذا الاصفر اوكي خلينا نفتح هديه ريم وهاي الهديه دفتا بشكوت تشيفنج خلينا نقرا الهديه ورقه الكرت ايش مكتوب Happy birthday to my world me and Maribel love you daddy سيسميورو جيفنجي والله هاي الماركة غالية وحتى الباكيت ثقيل زاش هي زاش 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 شنو يعني شرح يطلع كومبلة كومبلة مهلا اوه هل نرجي مهلا؟ ايه هذا حليب شب عرسي نرجينا؟ اولا جيفنجي عن جد ايه والله ريما ليش هيك يا ريما الى الان كلش حلو والله كلش حلو مستستق